لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هو مشي قبل ما يوقع وراح قافل التليفون. هل بيراميدز والزمالك دخلوا في الصورة؟ هل بالفعل الزمالك عرض مبلغ كبير على نادي مصر المقاصة وأيمن حفني معهم كمان؟ هل وهل وهل؟ التساؤلات كثيرة جدا، أعتقد هتحسم خلال ساعات، يعني هذا الأمر قد يحسم خلال ساعات. السوشيال ميديا بيقولوا كلام كتير جدا، ناس بتجتهد بتقول كلام كتير جدا جدا جدا. الخبر اليقين هيكون عند محمود وحيد، بنحاول نتواصل معاه، هيكون عند الكابتن عادل القيعي، للأسف هو على الهواء مباشرة دلوقتي. اتواصلت مع سيادة اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة الحقيقة، أولا الاطمئنان عليه بعد عرفت أنه مريض الحقيقة، واطمنا عليه لأنه كان تعبان، لأنه كان مصر المقاصة أعطى الموافقة واللاعب كان أعطى الموافقة. الكلام بيقولوا أنه اللعيب أبلغ رئيس النادي اللواء محمد عبد السلام أنه عايز يكمل مع نادي مصر المقاصة. برضو كل ده كلام، البعض بيقول بيراميدز موجودين. بيراميدز الحقيقة فيهم ميزة، بيطلع يا يأكد يا ينفي. يعني بيراميدز جاي مطلع بيان كده صغير يقول لك محمود وحيد في نادي بيراميدز، أو لا نتفاوض مع محمود وحيد، زي ما طلع قال لك قصة عمرو مرعي مثلا. عمرو مرعي عندنا خلاص الموضوع منتهي، أو كينو عندنا، أو فلان عندنا، وهكذا. فقصة تبقى خلصانة يعني. أو مثلا موضوع تراوري، يعني كل دي قصص يعني هتتضح خلال ساعات، يعني مش خلال أيام، خلال ساعات، يعني يمكن خلال الحلقة نقول لحضراتكم الخبر اليقين. لأنه حتى المسؤولين في النادي الأهلي لسه الوضع بالنسبة لهم مش باين، لا في موضوع المدرب ولا في موضوع باقي الصفقات. بمناسبة الصفقات كمان، يبدو أنه تريزيجيه، محمود تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب منتخبنا الوطني المحترف حاليا في نادي قاسم باشا التركي، بدأت المشاكل بينه وبين النادي. اللاعب عاتب المسؤولين هناك على عدم التعامل باحترافية مع عروض جات له في فترة انتقالات الشتوية. أول حاجة اتقالت إن جاله عرض من نادي الشباب، بحاول برضه أحط لكم التويتر بتاعت نادي الشباب، قال إحنا ما بنفوتش تريزيجيه خالص. قال ما حصلش أي تفاوض بينا بين تريزيجيه. كلام كتير إنه عنده مباراة مهمة جدا مع الدحيل في الدوري القطري، في حالة خسارته سيرحل. انه حصل اتصال بينه وبين جوزيه، انا بكلمك الاقاويل المنتشره بقوه يعني. هل تتوقع انه فيريرا يبقى مديرا فنيا للنادي الاهلي؟ هل تجربته السابقه في مصر يعني تشجعه ولا تخليه يقول ما جيش مصر مره تانية؟ لا، هو مدرب محترف طبعا وعقلاني جدا الحقيقه، وليه لا؟ يعني ليه لا؟ اولا ظروف مصر دلوقتي الحمد لله مصر مستقره جدا، وبتستعيد وبتسترد قوتها بشكل كبير، تمام، ومفيش اي مشكله في الامن ولا في اي مشكله في اي حاجه، حتى السياحه الحمد لله. هو ما كانش عنده مشكله في دي، هو كان المشكله الاداريه السابقه يعني. الاداره مختلفه، وطبعا صرف النظر كل شيخ له طريقه بالظبط. وطبعا مستر مانويل جوزيه نقل له فكره عن النادي الاهلي من خلال تواجده فيه في الفترات السابقه، وهيقول له الفتره الجايه هيبقى فيها ايه. الحقيقه لوالدو فيريرا الاهلي قدر يتعاقد معاه، يبقى ده نصر عظيم للنادي. نصر عظيم، شايف انت كده عظيم. طب ما البعض بيقول انه فيريرا قريب السن من مانويل جوزيه، طب ما كان جوزيه اولى. مع حضرتك مع حضرتك، بس مانويل جوزيه حقق خلاص، هو يعني مش عمل السقف، وصل السقف، ضيع التاريخ اللي عمله مع النادي خلاص الأهل. هو جاب يعني جاب المنتهى. مانويل جوزيه جاب المنتهى مع النادي الاهلي، فهيجرب تاني. ليه هيجرب تاني؟ هو لو يبقى مستشار فني للفريق يبقى كويس قوي. طيب خليني اسالك عن ما يصار حول النادي الاهلي. هل انت شايف ان القصه مبالغ فيها؟ يعني الاهلاويه الشداد قوي يقول لك يا جماعه في ايه، ده احنا وصلنا نهائي افريقيا، كنا قريبين ان احنا ناخد البطوله لولا الحمله النفسيه العنيفه اللي اتعملت قبل مباراه الترجي كنا خدنا البطوله. فطبيعي يعني اللي حصل طبيعي، ان انت حتى لو تخسر بس النتيجه كانت تقيله 3-0، والخروج من البطوله العربيه لك ده كان نتيجه طبيعيه بعد الهزيمه امام الترجي واستمرارا للحاله وتابعها ماتش المقاولين، ثم الاهلي عاد من جديد. دول اهلاويه شداد. في اهلاويه كمان برضه شداد جدا يقول لك لا احنا ما تعودناش نخسر بطولتين في اسبوع واحد ونرجع نخسر من المقاولين العرب، ده هيبقى بكره وتكر، والاهلي السنه دي يخسر كل البطولات. هل في تصعيد؟ هل شايف انه
وبوضوح شديد جدا انه الحملة موجهة ضد كابتن محمود الخطيب وانه ما زالت توابع الانتخابات في النادي الاهلي حتى هذه اللحظة من خلال سلاح السوشيال ميديا وبعض الاعلاميين بتلقي بظلالها على نتائج النادي الاهلي بقولش اسماء. خلينا نتكلم كوره الاول وبعد كده نتكلم في مجلس الاداره. اللي حصل للاهلي طبيعي، الاهلي فريق مستقر بقاله 3 سنين، فقد بعض العناصر زي عبد الله السعيد، تمام، في مرحله تغيير جلد، وده بيحصل في كل الفرق. اللي عمل ازمه حقيقيه هو العامل الزمني، ان الهزايم والخروج من البطولات كانت قريبه قوي، وده كانت صدمات متتاليه، فده كويس، يعني ده كويس ان هو هيفوق مجلس الاداره في التعاقدات والتدعيمات بتاعت يناير. اما فيما يخص مجلس الاداره والحروب اللي بتشن عليه في السوشيال ميديا، فده امر طبيعي. طبيعي ده امر طبيعي ليه؟ لان الوقت اللي احنا فيه يا كابتن احمد، مجالس الادارات اختلفت عن زمان. اداره كابتن محمود الخطيب غير اداره كابتن صالح سليم غير اداره الكابتن حسن حمدي، صحيح، ومجالس الادارات كمان اختلفت. دلوقتي الصراع بقى على اشده ما بينهم، كل واحد، يعني انا عايز اقول ان في ناس طامعين، وباين قوي انهم طامعين فعلا. يعني طبيعي طبعا. طبعا يعني من مصلحتهم ان الكابتن محمود الخطيب يبقى في مظهر غير لائق، ويكسروا فيه واحده واحده لغايه ما يعرفوا يتيحوا بيه من خلال اي جمعيه عموميه. هل ده ممكن ينجحوا فيه، ولا الالتفاف اللي جه من الاعضاء حوالين اللائحه حوالي 17,000، وبعدين عدم اكتمال الجمعيه العموميه بعدها مباشره، هل ده كان بمثابه تجديد الثقه في الكابتن محمود الخطيب؟ مثابه تجديد الثقه طبعا طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب التاريخ ده كله مش هيتهد في سنه. هل اسم الخطيب، يمكن انا قلت من يومين انه اسم الخطيب حائط صد، يعني ممكن تفضل في طبيعه كده تفضل تهاجم في واحد، تهاجم تبعين اول ما تشوفه. انا فاكر مثلا مره في انتخابات النادي الاهلي كان واحد من اصدقائي المقربين جدا قال لي انا ضد صالح سليم، وهو مش هيبقى في النادي، مش عارف ايه، وما ينفعش كل مره ايه وكل مره ايه. طيب تمام، جينا في الانتخابات واقفين، فدخل الكابتن صالح من النادي، وكان دخل بشكل بسيط جدا، قميص وبنطلونه، ويمكن الكابتن صالح هو اللي غير الشكل في الانتخابات، كانت الناس زي بتروح ببدله وكرافته، وكان بيروح بقميص وبنطلون كده. فاول ما شافه فراح ضارب ايدي، وراح رايح جاري على الكابتن صالح ومسلم عليه وبايسه، وقال له يا كابتن كلنا وراك يا مايسترو كلنا. فلما رجع انا بضحك بقول، قال لي يا عم حد يشوف صالح سليم ولا لا؟ لازم تقول صح لصالح سليم. هل الخطيب بيمثل نفسه حائط الصد ده؟ ممكن تفضل تتكلم عليه، لكن لما تشوفه الامر بيتغير تماما. كاريزما الخطيب طبعا يا كابتن، اي حاجه بتتكسر قدام كاريزما الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب ده مصر كلها كانت بتحبه، اهلي بزمالك، صغير وكبير، متعصب ومتسامح، كل الناس اجمعت على الكابتن محمود الخطيب. لو عايزين نفصل بينه كلاعب ويعني صاحب تاريخ كبير جدا ورئيس مجلس إدارة، فده اللي يحاسبه عليه الجمعية العمومية. صحيح، ما حدش يقدر يحاسب عليه حد غير الجمعية العمومية. هروح معاك لملف تاني مهم جدا ما تردد الآن، إنه تريزيجيه عنده عرض من أحد الأندية العربية. بس عايز أقول حقيقة إن الكابتن أحمد حسن نفى سريعا أي تفاوض مع محمود وحيد، وقال إن إحنا مركز ظهير الأيسر عندنا تم، ونحن لسنا بحاجة ليه، مع احترامنا الشديد لمحمود وحيد. وده اللي أنا قلته في المقدمة، قلت إن بيراميدز واضحين جدا، وعجبني على فكرة ما بيدخلش في اللعبة ويعني الابتزاز، أو بالعكس لا، ويطلع على موقعه أو على صفحته يقول عايزين أو مش عايزين، وده أمر على فكرة، والوضوح ده أمر محترم جدا أستاذ محمد. بالظبط. هم يا فندم كمان عندهم محمد حمدي لو استرد مستواه يبقى باك ليفت مصر الأول. صحيح. وعندهم كمان أحمد أيمن منصور بيلعب سنتر باك وبيلعب باك ليفت كمان. نعم. فمش محتاج فعلا بيراميدز حد في المركز ده. طيب خليني بقى أروح معاك على تريزيجيه. الكلام اللي متنطر انه ممكن يروح احد الانديه العربيه، يعني مش شايف ان ده خساره؟ انه الاحتراف في اوروبا افادنا بشكل جيد، واحنا كلنا بنتمسح في محمد صلاح، وحتى رغم ان حجازي في القسم الثاني او في بنسميه البريمير ليج في او الشامبيونشيب في الشامبيون ليج في انجلترا، بس موجود دوري قوي، وزياده عدد لاعبتنا في اوروبا مش بدينا أفضلية أكتر، ولا أنت مؤيد قصة الانتقال إلى الأندية العربية؟ الحقيقة أنا شايف إن دي مرحلة يأس المحمود. يأس. إجابة غريبة شوية. إجابة منطقية جدا. ليه؟ لأن الولد عامل شغل كويس قوي وبيلعب كويس قوي، وحتى الآن ما جالوش عرض. جدي من يناسب مستواه ويناسب إمكانياته يا كابتن أحمد. فهو عمال يتنقل من نادي لنادي في الدوري التركي، ولسه ما راحش دوري أفضل، حتى لو كان دوري فرنسي يعني على الأقل. فده محمود أكيد بيمر بمرحلة إحباط، ومحتاج حد كبير يكلمه.
الحقيقة محتاج حد كبير يكلمه. ولا العروض المادية ممكن تزغلل عليه؟ هيجيله ماديات أكبر بكتير من الدول العربية بس ينجح في أوروبا. ينجح في أوروبا. شايف محتاج صبر شوية في تركيا؟ محتاج صبر طبعا، محتاج صبر. لازم يصبر لغاية ما يجيله دوري أحسن. طيب أروح بقى معاك لملف تاني خالص. اتفضل. وهو ملف قانون الرياضة. مجلس النواب وافق بالإجماع على القانون الحالي، وبعد مرور حوالي سنة، سنة وكم شهر، سنة واربع شهور بالضبط، مجلس النواب الآن بصدد تغيير بعضا من بنود هذا القانون. يعني برأيك لماذا وافق مجلس النواب بالإجماع ولماذا عاد من جديد قبل ما نتكلم في النقاط الخلافية؟ عشان لقى فيه نقاط خلافية كتير. هل لحقنا؟ يعني بقى الناس سنة، سنة واربع خمس ست شهور. أنا عجبني جدا لما كانت زيارة وفد مجلس النواب لجنة الشباب للجنة الأولمبية، سيادة المستشار الحقيقة محمد دمرداش رئيس نادي الزهور ويعني المسؤول ملف الأندية والهيئات داخل اللجنة الأولمبية، قال يا جماعة نفس الكلام ده حصل بعد قانون أظن كان سنة مش عارف كام، وحصل عليه كلام كتير جدا جدا، وبعد شوية الدنيا مشت والأمر مشي بشكل جيد. ألا يستحق هذا القانون الصبر عليه قليلا؟ يعني على الأقل دورة أو جمعية عمومية كاملة للأندية والهيئات والاتحادات حتى نحكم عليه؟ المفروض المفروض يعني لسه ما لحقناش، سنة واربع شهور ما لحقناش. حتى لو كان في أزمات، ممكن الأزمات والنقط الخلاف ممكن بالنقاش نتغلب عليها فيما بعد. يعني ممكن نستنى السنة دي ونفكر السنة الجاية نعدل. هل زي ما استعجلنا في إقرار القانون بنستعجل في تعديله؟ بالضبط بالضبط، بنعالج الخطأ بخطأ أكبر. طيب الثلاث نقاط الخلافية واضحة جدا. الخلاف وهو ليس خلاف، الاستثمار، وما أعتقدش أو حضرتك اللي هتجاوب، أنا أقولهم لك وحضرتك تعالى بقى. فضل. الاستثمار. النقطة الثانية دور الوزير مع الجمعيات العمومية. النقطة الثالثة نقل تبعية مركز التسوية من اللجنة الأولمبية إلى وزارة العدل. أنت شايف الحدوتة ماشية إزاي يا فندم؟ أو ممكن تمشي إزاي؟ وفيما يخص نقل تبعية لجنة التسوية أنا موافق إنها تنقل حقيقة. موافق. لأن في الوقت لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.